طايحين الحظ. زيارات الأئمة وأدعية الأئمة وأحاديث الأئمة في الكافي وغيره في المعارف الإلهية، تشككون في أسانيدها وتشككون في متونها، وتردون من عندنا نصير فرقجية حتى نستطيع أن نحب الله؟ من طيح الله حظكم وحظ المذهب الطوسي من يوم تأسس إلى هذا اليوم. بل ينبغي في الصفحة 75 بعد 100، بل ينبغي استعمال هذه المحبة، هذا العشق للغلمان الحسان الوجوه المربربين، في أواسط السلوك العرفاني وفي حال ترقيق النفس وتنبيهها عن نوم الغفلة ورقدة الطبيعة وإخراجها من بحر وإخراجها عن بحر الشهوات الحيوانية. في هذه المرحلة أن نعشق غلاما حسن الوجه حتى تصبح قلوبنا رقيقة، وماذا نفعل بعد ذلك؟ ننتبه عن نوم الغفلة ورقدة الطبيعة في حالة شموخ وقيام، ننتبه من نومنا. هذا هو الذي يقال له حكمة إلهية. أنا أسأل ذولا السرسرية الموجودين بالحوزة، هي هذه الحكمة الإلهية؟ اللي يدرس هذا الخراء يسمونه عارف وحكيم ومتأله، واللي يدرس أحاديث أهل البيت يسمونه حشوي ومبتدع وخارج عن المذهب، خارج عن إجماع المذهب، وفي زماننا يصفونه بأنه ماسوني، بأنه عميل للمخابرات. اللي يدرس حديث أهل البيت واللي يدرس هذا الخراء يصير عارف متأله. من طيح الله حظكم وحظ موازينكم يا هتلية وسرسرية، تلومونني أن أستعمل الألفاظ السوقية في وصف هؤلاء الحمير؟ هذه هي الحكمة الإلهية، الحكمة الإلهية التي علمنا إياها رسول الله ويعلمهم الكتاب والحكمة. تلك هي الحكمة الإلهية، وتلك هي التي بايعنا عليها في الغدير ألا نأخذ التفسير إلا من علي وآل علي، وألا نأخذ الفهم إلا من علي وآل علي، وألا نفكر إلا بقواعد المنطق العلوي الشريف، لا أن نأخذ هذا الخراء من صدر الدين الشيرازي وأمثاله من العرفاء.